السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قاسم وياكم من واسط. أهلا يا قاسم، تفضل. عيون احنا بالنسبة لنا النصوص عقودهم من 2008 ولا 14، احنا فقراء، يعني هسه احنا بدنا نعرف شنو الإجراءات اللي يتخذونها فينا، ما جاي نعرف. قالوا لكم ما تخصيص جاي مالي نعرف شنو ماكو. يعني بالجيش السابق قبل، يعني من اللي كان صدام يعطي عفو كان كل الجيش يرجع، هسه شنو وجبات؟ ما جاي نعرف وجبات باء وجيم والف، ما جاي نعرف شنو السالفه، ما جاي نعرفها. قالوا هسه لكم يقولون يا احنا ما نريدكم، ليش يعطونا عمل باء وجيم والف؟ ما نعرف شنو يعني هي مفسوخه عقودهم عوده، ما يرجعون فد رجعه، ما جاي نعرف يا يعني هم الجهات المعنية يعني عندهم يعني وجهة نظر بهذا الموضوع، يقول لك البلد هسه مو مثل قبل، احنا نعرف كل زين يعني الوضع الاقتصادي اللي دا نعيشه، ودا نعرف كل زين موضوع التخصيصات المالية، ونعرف كل زين انه الموازنة اللي حد الان ما انقرت، وهاي المشاكل كلها. فانتوا جماعة الفقراء قالوا لكم انه لحين يعني تحديد تخصيص مالي، وذاك الوقت ان شاء الله ترجعون. انه هاي طلعوا بالتحفيز الامني والمتسرب يعني قدم هذا استقالة طوعية، نعم، والغاء التعيين. ما نعرفه شنو. هسه احنا نريد شنو مصيرنا؟ مصيرنا نريد نعرفه، ما داري نعرفه. هسه انت عميد يحيى رسول، هسه هذا الملف ما يعني مو مال حلقه وحلقتين تطلع، انت تجي المفروض تجي وتفهم اللي مفسوخه عقودهم عبر البرنامج المكتوب، وانتم متبنين هذا الملف متبنينه بصوره صحيحه، رغم اخ، يعني ما ادري شنو يعني نعم اخ قاسم، الوزاره بس ليش احب اوضح لك. تخربينه ما نعرف. لا اكيد محشومين اخ قاسم، بس احب اوضح لك انه سياده العميد يحيى الرسول هو جدا متعاون بالنسبه لنا، يعني واكيد لكثره التزاماته هو مو باي وقت يقدر يطلع ويانا بالبرنامج، بس هو وعدنا يعني وقال انا موجود شو وقت ما تحبون. بس بالنسبه لك من حقك انه تطالبه بحلقه وحلقتين وثلاثه، والهواء لك، بكيفك يعني، انت حر. شفت احنا بس نعرف احنا مصيرنا فقره باع من 2008 ل 14، نعم، ما جاي نعرف شنو مصيرنا. ساعه يقولون لنا نفتح نافذه الكترونيه، زي النافذه الالكترونيه شنو النافذه الالكترونيه؟ هوايه شكوا من عندها من الاخوه المنتسبين موضوع زين احنا هسه قالوا لنا روحوا عودوا بعداتكم، ورحنا عودنا وصرفنا من والله العظيم مصرف العائله ما حتى رحت عودت نفسي، بس انا ما جاي نعرف شنو هي. واحنا وضعنا تعبان تعبان خير يا اخي تعبان. احنا نطلب من الله ومنك توفير صوتنا، احنا ذول المظلومين، احنا الفقرة باء من 2008 ل 14، ونريد حلقة تخصصينها عنا بس عنا. والله واني مخصصه اكثر من حلقه لكم اخ قاسم، واعرف يعني حلقه واحده ما تكفيكم، فلهذا سوينا يعني الحلقات كلها مفتوحه لكم لاستقبال مناشداتكم. احنا دا نساعد، ارجع واقول باللي نقدر عليه، بالنهايه احنا لا نمتلك عصا موسى ولا احنا اصحاب قرار وممكن يعني نسهل بعض الاجراءات. احنا موجودين كوسيله اعلاميه، واجبنا الوطني والمهني والأخلاقي يحتم علينا أنه نسمعكم ونكون حلقة الوصل بينكم وبين المسؤول، وإحنا ما رح نمل ولا نبزع ولا نكل لحين ما تستجيب الجهات المعنية لكل هذه المناشدات. كلكم مناشداتكم موجودة بالبرنامج وده تسمعها الجهات المعنية، بس إحنا ما يهمنا أنه بس يسمعون، لا، إحنا يهمنا أنه يستجيبون. الملفات اللي بحاجة إلى توضيح يوضحون، والملفات اللي بحاجة إلى تسريع إجراءات العودة لازم تسرعون، لأن بالنهاية إحنا أيضا جزء من تسهيل يعني عملكم، لأن إحنا نوصل لكم هاي المناشدات يجوز ما تدرون بها، يجوز ما سامعين عنها، يجوز حالات أول مرة دا تطرح ببرنامجنا كساحة التحرير. ليش؟ لأنه إحنا دا نضمن للجميع، إن كان الضيوف أو إن كان المتصلين، مساحة كاملة من الحرية للتعبير عن آرائهم وإيصال مناشداتهم، لأنه إحنا ما عندنا خطوط حمر، الخط الأحمر بالنسبة لنا هو فقط العراق، نقطة على السطر.